وإذا كنا عم نحكي عن الميري كريم كمان هون ننتبه على حجم الحصة اللي نحنا عم نخذها. الحجم الحصة بالإجمال إذا بدنا نحكي عن البوزة بتتراوح بين 300، وحتى فينا نطلع بعد بالكالوريز إذا زدنا لها إشياء، زدنا لها شوكولات شيبس، زدنا لها مكسرات وهالإشياء هول، وتقريبا دونك صرنا حوالي 300 400. هيدي إذا كانت كتير ريتش، وفينا نوصل لحديت إذا عم نحكي عن دايت آيس كريم في بعض انواع من البوزه ما فيهم سعرات حراريه. هلا رح نحكي مزبوط بيكونوا مي محلي اصطناعي وتيست فليفرز سو هول اكيد ما فيهم سعرات حراريه. لا رح نحكي عن هلا رح نحكي عن الاسبرتام، بس خليني كفي فكرتي ستيفاني. سو البوزه بتتراوح بين 300 الحصه الوحده يعني سكوب، وفيها تنزل لل 100 سعره حراريه بير سكوب حسب اذا فيها سكر ما فيها سكر، شوغر فري ولا لا.